كاين شي واحد في المغرب كيتفق، كاين شي واحد في المغرب كيتفق بانه بانه هذاك سليمان الريسوني فرع هذيك المثليه ولا اغتصب من المثلي. ناس كتضحك، كاين شي واحد كيتفق بانه كان يعني هو هذا النقص ديال حقوق الانسان اللي ولات كتعيشوا المملكه المغربيه خصوصا في هاد الثلاث سنوات الاخيره. كنشوفوا بزاف ديال الجمعيات الدوليه في التقرير الاخير ديالها واللي كنعتبرها بين قوسين فضيحه او كما تنقولوا بالدارجه شوها ديال المملكه المغربيه بهذوك لي رابور ولا هذوك التقارير ديال امنيستي ديال هيومن رايت واتش ديال صحفيون بلا حدود وبزاف بزاف اللي تيتكلموا على الدوله المغربيه والحقوق والهضم ديال الحقوق. واخر ارتيكل تكتب ولا اخر مقال تكتب في جريده بريطانيه كبيره دي ايكونوميست على ما اعتقد، هاد الجريده هاد الجريده هي تكلمت عن الجهاز الامني وتكلمت عن الامور الشنيعه التي يقوم بها او لا تقوم بها بعض الاجهزه في المغرب ضد الصحفيين المعارضين المنتقدين الشعب المغربي اليوتيوبر اي واحد تيتكلم راه سيتم مزج به في السجون. وكنعطيوه شي تهمه ماشي هي التهمه اللي دارها. الاجابه ديال هاد الانظمه اش كيقولوا باللي هذه مؤامره، كيقولوا باللي هادو راه كيمشيو كيتعاملوا مع انفصاليين ولا جهات معاديه. شنو تقولوا؟ خلي لك الكلمه هنا حيت هذا الشق مهم ومهم جدا. اولا كاينه مؤامره، هذا اكيد مؤامره، هادشي كلشي مؤامره. انا كنامن بهاد الفكره هذه، مؤامره ديال بعض المسؤولين للاطاحه بالملكيه في المغرب، ماشي مؤامرات ديال العالم او ديال المثقفين او ديال المناضلين او ديال الانفصاليين ضد الملكيه. لا، هذه مؤامره من داخل القصر، هذه مؤامره من داخل المحيط الملكي الذي يعمل يوما عن يوم باش يمكنو يوسخ السمعه ديال المغرب. الحمد لله للمعارضين خارج المغرب وداخل المغرب واعيين، لان عندهم تجربه وعندهم المثال ديال الحسن الثاني. قبل اي حاجه كانت كتوقع في المغرب كانوا كنا كنسميوها في المغفور الى الحسن الثاني، وكانت كتوسخ الملكيه وكنحاولوا نحطموا منها ونهبطوا من قيمتها. واحد كيدير كعيقات السخط وكيمسحها في الملك المغفور الى الحسن الثاني. اليوم العكس، هل كنت ذا ايكونوميست اللي هو اول جريده في العالم، لا يوجد جريده اكثر موضوعيه من ذا ايكونوميست، هي منبر انجليزي ديال لندن، اللي كنظن هي كتنافس مع الواشنطن بوست ومع نيويورك نيويورك تايمز. عندهم واحد المصداقيه كبيره عالميه. ما جبدوش الملك محمد السادس لان حنا كندافعوا عليه، حنا كنحبسوا الامور، حنا اللي كنقولوا ها المسؤول هو فلان. اما قبل المسؤول كان كيتخبى وراء الملكيه، وهما كيتخبوا وراء الملكيه وكيدفعوا الملكيه وكيقولوا لنا هادشي جاي بحال اللي كيقول لك الحمول بحال اللي قال لك زكريا المؤمني، كيقولوا له هذا الحرس ديال الحسن ديال محمد السادس، وهنا محمد السادس هنا كرد الكفته ولا غادي يدور لك في السردين، هذا المقبره ديال مجزره ديال محمد السادس، فهمتي؟ وقبل ما كانوش كيقدروا يقولوها كنا كنسموها في الحسن الثاني. الدول السياسيه من الجرائد الدوليه وامنيستي انترناسيونال هيومن رايت واتش وستيت ديبارتمون وافان ستيت ديبارتمون ما كانش كيجبد الملكيه، متفق معاك، ولكن لا 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 فيدراسيون انترناسيونال اف اي دي اش وغيرها. نشكر احنا متفقين هالمره دي انه المناضلين كيعرفوا الحقيقه، لان المناضلين عارفين بانه مصير مستقبل المغرب هو في استقراره، واستقرار هي الملكيه.
هذه ماشي معنى أنكم نكون متفقين مع 100%. أنا ملكي ولكن من حقي ما نكونش متفق مع الملك ديال البلاد، باش تكون الأمور واضحة في شي قرار، في شي اختيارات، في شي برنامج، في شي تعيينات. هذا حقي المطلق. الأمور تبدلت. الفرق أن اليوم كنعرفوا بأن الأمور كتحد فاش؟ كتحد في الأجهزة. أجهزة اللي بغاو يردوا مؤسسات، والحجة أنه الناس كتدوي في النظام وكتطلب الملكية البرلمانية وكتطعن في الدستور وما كيوقع عليها والو. وملي كتجبد الكلمة ديال لا دايستي وديال الحموشي كطيح في المقدسات، والضباب ديال لا دايستي والحموشي بالمقدسات كنقولها وكنعاودها، الضباب المقدس ما بقى حتى واحد مقدس، لأن الدستور حيد القداسة للجميع. والملك قبل قال لك ربي سمحوا لي ما كاينش القداسة في القرن 21 الله يرحم والديكم، وبالتالي هو ماشي مقدس. احنا غنقطعك استاذ هلال، هل الملك محمد السادس لا يعلم بهذه الأشياء؟ لا أنا ما كنقول لكش بلاتي، لا لا بلاتي 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 انتفقوا معاك. أنا غادي نقول لك واحد الكلمة ماشي ديالي، هذه كلمة سمعتها من عند الحاج إبراهيم الله يرحمه ويذكره بخير، اللي هو الحاج إبراهيم ديال أيت ميلك، والي من أولياء الصالحين في حياته. قال له سيدنا قال كذا وكذا وكذا وكذا، خص فهم الفقير سيدنا اللي قال واللي قال. قال له بلاتي بس سيدنا قال هالكلام هذا، وانت اللي جيتي دابا كتقولوا لي في المدرسة ديالي وأمام الطلبة ديالي، قول لي بعدا اش قالوا سيدنا بس سيدنا يقول لهم الكلام هذا؟ لأن الملوك تسمع ولا ترى، الملوك تسمع ولا ترى. والنهار اللي قلت أنا في بداية الحكم ديال محمد السادس، محمد السادس ما عجبوش الحل وكيقول وقال في واحد الخطاب، أنا كنزور المغرب كله وكنمشي كنزور جميع الأقاليم، يمكن له يزور جميع الأقاليم، يمكن له يدور التعية، يمكن له يستقبل اللي بغى. راه ما يمكنلكش تكون في كل بلاصة في كل لحظة في كل زمان في كل مكان، إذا كنت هنا تخلوت كيكون هنا. الملوك تسمع ولا ترى، وبالتالي الناس اللي كيسمعوا له الكلام هما المسؤولين. هذا علاش المنظمات والرسائل والجرائد الدوليه ما كتمس الملك، كتمس اللي كيبلغوا له الكلام، اللي كيوصلوا له الكلام، او اللي كان كيخصهم يوصلوا له الكلام وما كيوصلوش، كيقولوا بما انه ما دارولوش التقرير وما وصلوهلوش، فهذا معناه انه ما عندهمش مصلحه، هما الفاسدين هما المفسدين. اسمح لي استاذ زياد، ولكن هل الملك، انا ما كنحاول نكون فقط حياديه، هل الملك لا يرى التقارير الدوليه والصحافه الدوليه ماذا تكتب؟ اكيد هذيكم كيقرا التقارير الدوليه والصحافه الدوليه، اكيد. هذا علاش حنا كننتظروا، هذا علاش حنا ننتظروا رد الفعل ديال صاحب الجلالة على ما يجري. لا يمكن لمرأة أن تسمح بالمس بكرامتها، وإلا فقدت أنوثها وفقدت الإنسانية ديالها. اش كنقولوا حنا؟ أنت الفيزيبل، أنت الوسيط بيني وبين الملك، أنت اللي كتحمل المسؤولية، ما كنعرفوش شي واحد آخر، ما كنوصلوكش على الملك، ما كنوصلو الوسيط اللي بيني وبينك. إما ما كيوصلكش، إما ما كيعرفش يوصل لك، إما ما كيقدرش يقنعك، إما ما كيعرفش يقنعك، إما ما كيقدرش يبين الحقيقة أمامك، إما ما كيعرفش كيفاش يوعيك، كيفاش يوصل لك. وحينئذ ما صلحش ديك السيد، خصو يتكركب يمشي في حاله، إما كيكذب لأنه كيستافد، وحينئذ كيخص معاقبته. أنا هكا كنعرف الدنيا، ما كنعرفش التخلود في الدنيا، هذه أموري. الملوك تسمع لا ترى. الرجوع للسؤال، النظريه ديالكم على الوضعيه
الوضعيه اللي كنسميها انا مستفزه وتخسر صوره المغرب، ولا المغرب كيكتبوا حقوق الانسان هذه المؤامره، كيطلعوا لنا التقارير هذه هي المؤامره، هذه هي المؤامره المغربيه، ماشي حنا فاش كنتكلموا على المشاكل كنحاولوا باش نلقاو حل، بل هم من يتجرؤون على المملكه المغربيه وصوره المملكه المغربيه دوليا بافعالهم الدكتاتوريه. ملي كيجيو كيقول لك انت مؤامر، انت الفيصالي، انت مع الجزائر، انت فاسد، انت كتسوح، انت كتكذب، هادشي ما كاينش. هو باش يقول السادس هاد الجرائد الخصوم ديالك هما اللي كيكذبوا عليك، لان هادوك انفصاليين، لان هادوك خوانه، لان هادوك غداره، خلينا نزيدوا نحاربهم، خلينا نزيدوا نتكرفسوا عليهم، وعلاش كيتكرفسوا علينا؟ باش يزيدوا يسرقوا، باش هما يسرقوا على خاطرهم، لان فوقاش كتربح مزيان الفلوس، ملي ما كتكونش كاين القضاء، ملي ما كيكونش كاين الحقوق، ملي ما كاينش الحريات، حينئذ كيمكنني انا نتبرع، نشري بالثمن اللي بغيت، ونبيع بالثمن اللي بغيت. نشري منك الدار بربع ثمن، ونلزمك تشريها ليا بربع ثمن. عباد الله راه كاينه ديك المدينه الذكيه ديال طنجة، ردوها للمغاربه مساكن ب60 درهم المترو، 60 درهم المترو في وسط المدينه ديال الدار البيضاء. الوف والوف ديال المغاربه داو مئات ومئات ديال الهكتارات باش بنا واحد المدينه الذكيه، ما كاين لا ذكاء ولا ضباط، باش بناوها وبداو كيبيعوا لعباد الله ب 50,000 ب 60,000 ب 80,000 درهم المترو. هذه الحقيقه. شنو الحل؟ الحقيقه راه كيكشطوا في المغاربه. شنو هو التصويت على الحج ديال السبع، التصويت على الحج ديال محمد زياد، التصويت بالاجماع اولا بالاغلبيه وبالاكثريه المطلقه باش يمكن لنا الناس الناس اللي غادي يمكن لهم يحميوا المغرب وينظموا المغرب، يقولوا الحقائق للمغرب. حزب اللي عنده افكار ما عندناش سلاح واحد اخر، ما عندنا انتخابات. عاد علاش من دابا من دابا تسمع بان كاين جمعيات كيقولوا لك ما تمشيوش تصوتوا، غادي يخلقوا لك مشاكل، كيقنعوا لك بان التصويت ما صلح والو، بان الديمقراطيه مزوره. هذا علاش كاش كيخربقوا لي في الحزب باش يحيدوا، باش يبينوا بان هادشي كلشي ما غادي يكونش منه، لان النظام ضد زياد وغادي يجيب واحد اخر بلاصتو وما حتىش تصوتوا وكذا وكذا. هذه اللعبه باش مشوش يصوتوا باش هما يبقاو يزيدوا يسرقوا في المغرب. استاذ زياد هذه الحقيقه. نسولوا لك، ولكن فاش تكلمتي على الحزب الليبرالي ديال سبع لازم نسولك واحد السؤال، هل انت من الموافقين على الدستور ديال 2011؟ واش انت متفق معاه؟ لا الدستور ماشي قران، الدستور يمكن الدستور بين قوسين اللي عطى الصلاحيه المطلقه للمسؤول الاول في البلاد الملك محمد السادس. السلطه القضائيه كتبدل، لا مجلس التشريعي الوزاري، جميع السلط اللي على حسب الدستور ديال 2011 ماشي انا اللي تنقولها، هي في يد العاهل المغربي الملك محمد السادس. هل انت موافق مع هذا الدستور ديال 2011؟ انا كنقول لك الدستور ماشي قران، كيمكن نبدلو، لا يهم. الدستور اللي كيخصني هما الرجال بعدا، هما الرجال اللي غادي يجيو يفرضوا وجودهم، يفرضوا افكارهم، يفرضوا المراقبه ديالهم، غادي يبحثوا على الفاسدين ويعريوهم امام الملأ. غادي يجي الملك غادي يقول لك لا هذاك سرق، ولكني راني خليته يسرق لانه راني متفق معاه، عجبني حالي ملي يكون كيسرق. مستحيل، هو الاول غادي يقول لهم بعدوا عليا هذا الشيء باش كل الامور. ولكن خص دابا الرجال فين هما؟ انت كتقول لي بانه الحسابات بدات، هذا الرئيس، هذا رئيس، هذا الملك رئيس كل شيء، شكون اللي غتدير في بلاصتو؟ دير واحد السيد اللي غادي يبغي يتكرفس لك على المغاربه؟ كيكونوا بعدا الرجال، كونوا الانسان المغربي اللي ما عندناش، الثروه هو الانسان، الثروه هو المغربي، هذا هو المهم. وهما كيدفعونا، وهما كيدفعونا،
هما كيدفعوا للملك انه يقول، هما كيدفعوا للملك باش يتقنع بانه زيان خاص، زيان عدو، باش زيان يتحكم، باش زيان يبعده. نفهموا واحد القضيه مثلا، هذا غير مثال كان حتى على راسي، خصكم تفهموا واحد القضيه ديما. حنا عندنا الشعب معتبر عادي كبير بزاف، غير خليه يعبر عن رايه، غير خليه يخرج يتنفس، هو غادي يسيب لك الحلول ديال جميع المشاكل. هو ما طاحش الفخ. كاين شي واحد في المغرب كيتق، كاين شي واحد في المغرب كيتق بانه هذاك سليمان الريسوني فرع هذيك المثليه ولا اغتصب المثلي. الناس كتضحك. كاين شي واحد كيتق بانه المعطي منجب كيدير التبييض ديال 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 الاموال. واش كاين شي كيتق بانه عمر الراضي فعلا ناض كيغتصب صاحبته ولا خو النعاس في البيت، وملي قال لهم انا عندي شهاده وكانت غوتت، كان فلان كان غادي ينوض من النعاس، قال انتوما كنتو جوج كتفرعوا فيها، يا غادي ماكم جوج للحبس. وعلاش هذا الشيء؟ واش كاين شي مغاربي كيتق بالدبابه ديال المهداوي؟ لا ابدا. ولكن ابدا هذا اللي كاين. شنو الحل؟ شنو عندنا الشعب واعي؟ الممارسات كنشوفوها كغاده وكتزيد بزاف بزاف، ولا لان حنا المثقفين والمؤثرين والمؤثرين ماشي في المستوى ديال الشعب. اللي كتقول لها جيت ناضل كيقول لك لا ما ندخلش للحزب. واش لو بغيتي دير؟ شنو بغيتي دير؟ تبقى على برا وتبدا تنقد المغرب؟ اجي اذا قدرتي دير ميتو لا مان دان لا بات، سير وسخ راسك، سير نفزك، سير تاكل الدق حتى انت، واجي بين ليا حنت يدك. كلشي هربان، كلشي كيبغي يبقى من البعيد يتفرج، وملي الطبيب يجي ياكله معاك.